نصور فيديو مع بعض عن كيفية رسم الأشخاص بطريقة سهلة بسيطة لأصحابنا الصغيرين كده. طبعا طريقة رسم الأشخاص دي لها أشكال كتير وطرق كتير، بس احنا طبعا هنرسم طريقة سهلة وبسيطة تنفعنا ان احنا ما نجي يعني نستخدمها في رسم موضوع تعبير فني عن الأشخاص كده، نكون موضوع رسمي. أول حاجة هنبدأ بيها هرسمها أول حاجة هبدأ بيها هعمل طبعا لما باجي برسم شخص أنا برسم دايرة كاملة وهعمل لها تفاصيلها، لا أنا هعمل زي نص دايرة كده كده، وبعدين هعمل نص دايرة تانية صغيرة كده، ونص دايرة بتاعتها تانية كده، خلاص. بعد كده هاجي هبدأ من الخط ده، هطلع لفوق وانزل كده، هاجي في النص بالظبط هعمل قوسين عكس بعض كده، وهعمل الخط ده هوصله هنا والخط ده هوصله هنا بالشكل ده. بعد كده هننزل على تفاصيل الجسم، هعمل خط الرقبة هعمل قوسين عكس بعض، هلف عليهم دايرة صغيرة، هنزل بالخط المستقيم المايل، هبدأ من خط تاني يعني هاجي بالقلم تاني على اول الخط وابدأ انزل عشان اخد جزء فيه زي كيرف كده او زي قوس صغير كده عشان اعمل اتجاه للجسم يكون مايل كده، عشان جسمنا طبعا مش مربع من فوق. هنزل بخط مستقيم وبخط مستقيم، اهم حاجة وانا برسم طبعا عشان انا بكون بستخدم الخط المستقيم، يا اما برسم كتير فبكون اخدع الرسم، بقدر ان انا اعمل خطوط مستقيمة زي ما احنا اتفقنا. هعمل خط يوازي الخط ده وخط هنا يوازي الخط ده بالشكل ده. المفروض واحنا بنرسم نراعي ان مثلا خط الكوع بتاع الايد هنا كده مثلا دوت بيبقى قدامه الوسط، يعني قريب منه ايه الخط بتاع الوسط بتاع الجسم، خلاص. هوصل دي كده وهوصلها هنا، عملت الجزء الاول من الجسم. هنزل على الرجل هعمل خطين مستقيمين كده واعمل خطين، مش هبدأ من هنا، هبدأ من اول النقطة هنا كده بخط مستقيم وخط مستقيم دي، واحنا بنرسمه كده اوكي عملت رقم 8 مثلا، هقفل الخط ده وهقفل الخط ده وهقفل الخط هنا وهقفل الخط هنا، وهعمل تفصيلة بتاعت الايد ابسط شكل لرسمة الايد. طبعا اشكال التفاصيل بتاعت الايد دي هي بتبقى اشكال كتير، ممكن ارسم ايد كده مثلا، ممكن ارسم الايد مثلا بتشاور، ممكن ارسم الايد مقفولة، كده. طبعا احنا هناخد الحاجات دي بتفاصيل اكتر في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. هعمل شكل الرجل، هعمل نص دايرة كده ونص دايرة كده، خلاص. هاجي بقى على التفاصيل اللي هي بتاعت الوجه، اللي هي العين الفم الانف، هرسم في العين اول حاجة، هاجي على الاذن هنا كده هعمل قوس صغير جواها تاني وقوس صغير جواها تاني كده، هاجي على العين هعمل قوس وقوس، معلش الخط ده هعمل قوس كده وقوس كده،
وبعدين هعمل قوس بعديها تاني واعمل جواه نص دايرة واعمل الأنف واعمل ايه الوش بيتبسط كده. طبعا احنا ممكن نستخدم قلم التظليل او نستخدم قلم اسود عندنا ثقيل ان احنا نوضح الشكل اكتر، ان انا اعمل تفاصيل للشعر عشان نعرف. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الظل والنور ده من الحاجات اللي هي بتظهر الرسمه. نصلي للعين كده بالشكل ده. زي همشي على الخطوط اللي انا ايه عملتها بطريقة ايه خفيفة او رسم ايه خفيف كده، عشان لازم ابقى ايدي خفيفة على القلم وانا برسم. لازم اراعي ان رجل الشخص تبقى مقاس بعض، نعمل تفاصيل بسيطة كده في الشوز بتاعه. ممكن اعمل لملابسه مثلا تفاصيل بسيطة، ملابس حزام مثلا. يبقى ده الولد الأمين. هنرسم مع بعض الولد بس ايه بالخلف. نفس الطريقة اللي احنا رسمنا بيها هنعمل قوس صغير دايرة كده زي طبق، وهنعمل الودن الدايرتين جوه بعض. لما طبعا احنا مش هينفع نرسم في ال، ما ينفعش نعمل دايرتين في الخلف، ما ينفعش نحط تفاصيل الودان في الخلف، فاحنا هنعمل الودان كده وهنيجي هنكمل الشكل كده ونعمل الجزء اللي احنا رسمناه فوق في الشخصية بتاعتنا عشان الشخصية تبقى شبه بعض. هنعمل قوسين دول موجودين، هننزل بالخط زي ما احنا قلنا، هننزل بالخط بتاعنا كده بطريقة فيها دايرة شوية صغيرة بسيطة، دايرة بسيطة هعمل خط يوازي الخط، خط يوازي الخط. واعمل خط الوسط كده بعيد قوي، لازم نقربها شوية نطلع بيها فوق شوية كده. خط الوسط هنكتب زي ما احنا قلنا مثلا زي رقم 8 كده عشان سهلة، تبقى سهلة على صحابي يعني صغيرين. لو عرفناها بالحروف كده وبالأشكال هتبقى سهلة.
ايه اللي هيختلف ما بين الوش والظهر او الخلف؟ يعني ما بين شكل الانسان من قدام وشكله من ورا في الرسم، تفاصيل شعره، طبعا الظل بيدينا شكل في الرسم وبيدينا توضيح للرسمة أكتر. نشرح الخطوط اللي احنا عملناها، نوضح رسمتنا. التحديد من الحاجات اللي بتظهر رسمتك قوي وبتظهر الخطوط، اتجاه الايد هو نفس الاتجاه من الامام ومن الخلف، مفهوش اي اختلاف. الرجل بس هي اللي بتختلف، بنعمل زي مربع صغير كده، الكعب بتاع الرجل بس هو اللي بيبقى ظاهر، ده بيبقى زي مربع صغير، ده يبقى من امام وده خلف. نيجي بعد كده نرسم بنوتة بقى، رسمنا ولد نرسم بنوتة، هنرسم برضو نفس الشكل، نص دايرة، هنرسم نص دايرة كده كده بالشكل ده، في كده هتطلع أكبر من الوقت، هنلوم قد بعض، نرسم نص دايرة كده وهنعمل دايرتين، وهنعمل نفس تفاصيل الشعر اللي عملناها عند ولد الولد هنعملوها للبنت برضه، ما فيش اختلاف. بس البنت اللي هيبقى عندنا الاختلاف فيها هيبقى فوق الدايرتين اللي انا عملتهم دي، هعمل دايرة صغيرة كده فوق الدايرتين على طول، فوق نفس الدايرة هعمل خط صغير كده، وهاجي في النص بقى هعمل خط صغنن كده، وبعدين هوصل الخط ده كده وهوصل الخط ده كده وهوصل الخط من هنا لهنا وهوصل الخط من هنا لهنا، خلاص. وبعدين هعمل بقى ايه بقيه شعره، شكل شعره. هنا شكل شعره، هنزل على بقيه الجسم، الجسم هنزل عليه كده وهرسم خط مايل، خط مايل، هننزل بالخط المستقيم كده مايل شوية كده، وبعدين هنكمل بنص بكيرف خفيف كده زي ما احنا اتفقنا في نفس شكل الجسم، ما فيش اي اختلاف كده اهو. هعمل خط وهعمل خط، هعمل خط الوسط زي ما احنا اتفقنا وهوصل، وهنزل بالخط كده في الرجل،
في الرجل هنا كده، هقفل الرجل دايرة صغيرة كده ودايرة صغيرة هنا، وبعدين هقف هنا وهطلع بدايرة كده بيضاوية شوية، نفس الحكاية هطلع كده بدايرة خلاص. هرسم الإيد، هرسم الإيد كده. احنا رسمنا ايه؟ شكل البنت. فاضل لنا هندخل على شكل الوش. طبعا احنا اتفقنا الودان هنعملوها قوسين جوا بعض، هنعمل العين قوس خط وخط زي قوس كده، دي قوس كمان، بس يعني ايه نبقوا في مسافة ما بينهم بين بعض. هنعمل دايرة دايرة اهي، هنحددها زي ما حددنا الرسمة اللي فاتت برضه نفس الشكل. هنحدد بقى بأي اتجاه احنا هنبتدوا بيه، انا بحب ابدأ من الأول. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هعلمكم ازاي تظللوا الشعر، بس هو سهل يعني، مش على حسب الاتجاه شكل الشعر. بالشكل ده كده. هكمل على بقية الجسم، ودان هنا ايه باينة هي وتفاصيلها، العين هعمل للبنت ايه رموش كده، توصيل الفرق ما بين الولد والبنت، هما الاتنين عندهم رموش، بس هي احنا في الرسم بن ايه بنظهرها اكتر عند البنات. هنرسم زي ما رسمنا الولد من الأمام والبنت من الأمام، رسمنا الولد من الخلف، هنرسم البنت من ايه من الخلف. هنعمل نفس التفاصيل، هنعمل نص دايرة بتاعتنا، هنعمل بقى هنا النص الدايرة دي خفيفة جدا عشان المفروض الدايرة دي، بس هي احنا يعني ايه هنوصل ازاي ان نعمل الرسمة نكملها يعني، بس هي طبعا في الخلف عند البنت مش هتبان عشان شعرها هيكون ايه جاي عليها. هنعمل الدايرة اللي احنا اتفقنا عليها، معلش انا استخدمت قلم التحديد على طول.
شفتوا بقى مش هتبان ازاي؟ في الخلف هنا، هنا بانت، هنا مش هتبان. نجيب الشعر عليها كده. بعدين هعمل حط الرقبة بتاعها، بعدين هنزل بالخط تاني مستقيم كده تمام كده، بعدين هرسم حط الإيد وهنا حط الإيد كده، هكمل حط وزير خط هعمل الرجل زي ما احنا اتفقنا، الرجل من ورا ما بيبانش الا الكعب كده. في طريقة تانية طبعا بتبان، ان انا مثلا رسمت الرجل كده اخر جزء فيها، رسمت الرجل كده مثلا، هاخد هعمل الكعب ده واعمل جزء هنا كده، واعمل الجزء ده كده كعب، واعمل جزء كده. ده ممكن شكل وممكن شكل، بس انا برسم ابسط طريقة لاصحابنا الصغيرين. دي بطريقة بسيطة خالص عشان يتعلموها خطوة خطوة، لغاية ما هنتدرب مع بعض نرسم خطوة خطوة بطريقة اكبر. هنظلل الشعر، دايما قلم التظليل هو بيساعدنا ان احنا ناخد الالوان براحتنا بسرعه. هننزل على بقيه خط التفاصيل، هنحدد الرسمه بتاعتنا. في فيديوهات هعلمكم فيها ازاي ان احنا نلون، كده رسمنا مع بعض الولد من الأمام والولد من الخلف، ودي تفاصيله. معلش جزء صغير كده بس، البنت من الأمام والبنت من الخلف. كده احنا رسمنا مع بعض رسمتين هنتعلمهم، وهتبعتولي الاشكال اللي انتوا اتعلمتوها او عرفتوا توصلوا ترسموا ازاي الاشكال دي، وتبعتولي الصور اللي انتوا رسمتوها. باي باي.